صراع لا ينفك أزليا بين قطبي السياسة الأمريكية، الجمهوريون والديمقراطيون، فكلاهما يتصيد للآخر ويعد العدة لإزاحته أو إحراجه بحجج ووسائل تصل حد التحقيق ومساءلة الرئيس. الرئيس بايدن هدف قديم جديد للجمهوريين، وكسلفه ترامب قد يتجه مجلس النواب لفتح تحقيق ومساءلة لها علاقة بتجارة نجله هانتر. من أطلق الحملة هو رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، حين أثار في تصريحات له إمكانية فتح تحقيق يأمل منه أن يفضي إلى عزل الرئيس بايدن عن منصبه. مكارثي أفصح عن الأسباب والمبررات قائلا إن الرئيس بايدن أخفى معلومات تتعلق بتعاملات هانتر بايدن التجارية في الخارج واستفادته من منصب والده. البيت الأبيض سارع بقصف جبهات النواب الجمهوريين ودعاهم إلى الانشغال بالقضايا الأساسية التي تهم الأمريكيين كخفض معدلات التضخم والبطالة. إذن هي مساعي جمهورية تتزامن مع انهيار صفقة إقرار بالذنب من قبل نجد الرئيس هانتر الذي مثل اليوم أمام المحكمة في إطار تهم موجهة إليه تتعلق بقضايا ضرائب وحيازة سلاح غير مرخص. المزيد ينضم إلينا من نيويورك مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي، وينضم إلينا كذلك من واشنطن بروفيسور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعضو الحزب الجمهوري. أهلا بكما. أستاذ مهدي، سأبدأ معك. الحزب الديمقراطي هل يأخذ ما أثاره وألمح إليه كيفن مكارثي على محمل الجد أم ماذا؟ تحية إليك وإلى ضيوفك الكرام وإلى صديق العزيز نيو جيرسي. في الحقيقة طبعا هذا هو ما كنا نتوقعه، رد فعل الجمهوريين على ضيق الخناق على الرئيس السابق. لأول مرة في التاريخ الأمريكي أن يقوم رئيس سابق بإدارة الحزب وهو قد يعني خرج من الرئاسة. ما نراه الآن هو محاولة لغض البصر عن الجرائم التي ارتكبها ترامب والتي اعترف بها كثيرين ممن يعملون معه. لابد من توجيه الاعتبار بأن هذه التهم تم توجيهها إلى ابن بايدن هانتر بايدن أثناء رئاسة الرئيس ترامب في خلال عامين من رئاسة الرئيس ترامب، والمحقق القانوني تم تعيينه من قبل ترامب، وعندما جاء بايدن لم يعزله وهو من حقه. وهذا ما يحدث، أن كل هؤلاء كما يعلم صديق العزيز يعني في القانون يتم عزل من تم تعيينهم من الرئيس السابق أو من الإدارة السابقة وإحلالهم، لكن أصر الرئيس بايدن على أن يستمر المحقق الجمهوري في قضية ابنه بايدن. وكما رأينا اليوم تم الاتفاق وتوقيع بعض عقوبات على بايدن، لكنها ليست كما يحاول الجمهوريين إثارة هذه النقطة. وللأسف الشديد نحن الآن في مرحلة لم تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ قبل، هي من اليمين المتشدد أو ما أسميه الترامبيين واليسار المنحرف واللي يحاول كل استقطاب المواطن الأمريكي. طب هنا بروفيسور سوما، هل الأمر متعلق بالثأر أو الانتقام السياسي بعد أن خضع الرئيس السابق لمساءلتين، فبالتالي جاء دور جو بايدن والحزب الديمقراطي كي يدفع الثمن؟ والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم الصديق العزيز مهدي. فيما يتعلق بما يحصل في الوقت الحاضر، صحيح هناك أعضاء في الحزب الجمهوري
في مجلس النواب يريدون مساءلة الرئيس بايدن وربما عزله، ولكن إلى الآن لم يتخذ قرار من هذا النوع من قبل القيادة في الحزب الجمهوري، حتى أن رئيس مجلس النواب ماكارثر نفى بأنه اتخذ أي قرار بهذا الشأن، ويبدو أن مجلس الشيوخ لا يوجد نية لا لدى الجمهوريين ولا لدى الديمقراطيين بمساءلة الرئيس أو عزله، ولكن هناك اتهامات موجهة لابن الرئيس. هذه الاتهامات، هذه متهم بجرائم تتعلق بمسألة مسألة تعود إلى سنة 2014 و2015، عندما كان والده جو بايدن نائبا للرئيس أوباما آنذاك. يقال وقد كتب الكثير عن ذلك بأنه كان يتقاضى مثلا $50,000 في الشهر من بوريزما في أوكرانيا، وهي شركة نفط، وليس لديه أي خبرة بمسائل النفط، لا هو مستشار ولا هو مهندس في النفط، وإنما أعطي له هذا المبلغ بصفته، بصفة أن والده آنذاك كان نائبا للرئيس. إذن هناك جرائم يتهم بها ابن الرئيس، وقسم كبير من هذه الجرائم يبدو بأن للرئيس ضلع فيها، للرئيس الحالي ضلع فيها، لأنه يوجد هناك مخابرات تليفونية عن أن ابنه كان يقول للشركات التي تتصل به بأن والده نائبا للرئيس، وأشياء من هذا النوع. طب هذا هل يشكل ذلك دليلا ملموسا على أن الرئيس بايدن ارتكب مخالفات ترتقي إلى الجرح والتي تذهب به إلى المساءلة؟ وهذه اتهامات، ويبدو بأن ابن الرئيس هانتر بايدن اليوم كما ذكرت حضرتك، اليوم كانت له محكمة في الولايات، الولاية التي هو موجود فيها، وكان محامو هانتر بايدن كانوا يريدون إجراء ما يسمى بمقايضة في المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وأحالت القضية على المحكمة، وسوف نجد ماذا سيحصل. نعم. طيب هنا أستاذ مهدي عفيفي، الرئيس الأمريكي سخر من هذا الحديث لمكارثي، لكن من وجهة نظرك ألا يحتاج الرئيس أن يتحدث عن تعاملاته التجارية أو تعاملات أسرته التجارية لطمأنة الجمهور؟ السيناتور مثلا ميت رومني طالب بالإفصاح الكامل وبالشفافية. في الحقيقة كما ذكر ضيفك الكريم، هذه مجرد اتهامات، ولو كان لدى الجمهوريين أي من الدلائل كنا سمعنا بها، ولم يكن هناك اتفاق مسبق مع مرة أخرى يتغاضى الجمهوريين على أن المحقق تم تعيينه من ترامب وإبان فترة رئاسة ترامب. فإن كانت هناك أدلة حقيقية كنا سمعنا عنها، أو شهود حقيقيين، أو تسجيلات كما يقال، لكن هذه هي مجرد اتهامات. ويعلم الجمهوريين جيدا أنه لو كان هناك أي دليل واقعي كان تم توجيهه، والقضايا كما يعلم الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية مفتوحة، لا توجد إلى الآن أي دلائل، إنما هي مجرد اتهامات، وهي لغض الطرف عن ما يحدث مع ترامب. ترامب كما ذكرت مرارا وتكرارا منذ سنوات تتصل به المسألة إلى الدخول إلى السجن إن لم يصل لكي يكون رئيسا، فلذلك هو يحاول ومعه الترامبيين من الحزب الجمهوري للأسف لتأجيل هذه القضايا لاعتقاده أنه سيفوز بالرئاسة. ولكن الواقع ما نتعامل معه الآن أن هذه الاتهامات، وأنا كديمقراطي أحب أن تكون لو كان هناك فساد أن يتم التعاطي، ولكن لا ننسى عندما نتكلم عن الفساد ما حدث بان فترة ترامب لم يحدث في التاريخ، ألا وهو تعيين ابنته وتعيين زوج ابنته في البيت الأبيض
بدون يعني الحصول على الموافقات الأمنية، وحصول ابنته على ما قيمته 60 مليون دولار من عقود مع يعني للأسف هذا ما يحدث في بعض من استغلال من الصين. وأيضا أن زوج ابنته حصل على عقود 1.2 بليون أثناء عملهم في البيت الأبيض، وهم لم يحق لهم وليس لهم أي صفة وليس لهم أي خبرة. فإن هذه المسألة للأسف كلا من الحزبين لابد أن يتعامل مع الفساد الذي يحدث من سواء من الديمقراطيين أو من الجمهوريين. لكن مسألة هانتر بايدن هي مسألة سياسية بحتة، وإن كان هناك أي دلائل فعلى الجمهوريين يعني عرضها ويتم التحقيق فيها، وإن كان متهم لابد من معاقبته. لكن مكارثي رئيس مجلس النواب السيد مهدي يتحدث بأن هذه الدلائل ستظهر عندما تنطلق المساءلة. من منذ متى في الولايات المتحدة الأمريكية تكون المساءلة في الكونغرس؟ المساءلة مكانها المحاكم. أخي العزيز، هذه لعبة سياسية نحن نعلمها جيدا. إن كان هناك أي دلائل كما يحدث الآن يوميا من ظهور الدلائل ضد ترامب من المحكمة، وليس الكونغرس مكان لمحاكمة أي أحد. هذه لعبة سياسية نعلمها جيدا، قد لا يعلمها الكثيرين. المحكمة إلى الآن لم تنشر أي أدلة دامغة على ما قيل ضد هانتر بايدن، ولذلك يحاول الجمهوريين اللعب بمشاعر الجمهور من الناحية السياسية. طب هنا بروفيسور جابرييل، الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يبدو أنهم لديهم تلك الحماسة في أن تنطلق أي أو أن يفتح أي تحقيق باتجاه الرئيس جو بايدن. هل لهؤلاء تأثير على الجمهوريين في مجلس النواب كي يغلق هذا الملف؟ لأنه ربما يخشى من نتائج عكسية لا يستفيد منها الحزب الجمهوري. بالفعل قد يكون هناك مسائل عكسية لما يقوم به الجمهوريين في مجلس النواب، وهذا ما حصل سنة 1998 عندما حاولوا عزل الرئيس كلينتون آنذاك، ورأسا من بعد ما أصدروا ذلك القرار خسروا في الانتخابات النيابية وفي مجلس الشيوخ. إذن هناك حذر كبير من هذه الناحية، لأنه من يرجح حظ أي مرشح للرئاسة هو المستقلون، ولا أعتقد بأن المستقلين في الوقت الحاضر يريدون أن يحال الرئيس بايدن على محاكمة العزل. أما فيما يتعلق بمسألة الاتهامات الموجهة لابن الرئيس، أكرر بأنها اتهامات، ولكن إذا كان يريد أن يبرئ ساحته من هذه الاتهامات ما عليه إلا أن يحضر إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب التي تجري تحقيقات في هذا الوقت، ويقول أنا بريء من هذه الاتهامات وتنتهي القضية عند ذلك. طب هنا البروفيسور، هل هو يعني تحدث رئيس مجلس النواب الأمريكي عن ضغوط من جمهوريين، من يوجه تلك الضغوط؟ هل يوجهها الرئيس السابق دونالد ترامب؟ نو. الجمهور في الحزب الجمهوري في الوقت الحاضر لا يريد أن يخسر انتخابات سنة 2024 على صعيد الرئاسة ولا على صعيد الكونغرس الأمريكي، لذلك ينظرون إلى هذا الأمر بحذر كبير، على الرغم من أن الرئيس السابق يريد إجراء محاكمة لعزل الرئيس الحالي، ولكن لا يوجد حماس لدى الحزب الجمهوري للقيام بهذا العمل في الوقت الحاضر. طيب أسألك هنا أستاذ مهدي في هذا الإطار، يعني كأنها أصبحت عادة في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الصراع السياسي ما بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن يتم اللجوء إلى المساءلة والعزل، أليس ذلك ربما مستهجنا غريبا لدولة كبيرة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن يجري توظيف ذلك العلاج النادر، أي الذهاب إلى المساءلة أو العزل في إطار
التراشق السياسي ومحاولة النيل من الآخر؟ في الحقيقة للأسف نحن نتعامل مع واقع جديد فرضه علينا ترامب. ترامب الذي أتى من خلفية يقول أنها ليست بسياسية أتى بكثير من شجاعته من الفساد. ودعني فقط أرد على ضيفك الكريم، مساءلة أي شخص في الكونغرس ليست هي المكان الحقيقي، المكان الحقيقي هو المحكمة. وترامب نفسه تم دعوته للمساءلة في الكونغرس في أثناء التحقيق عشرات المرات ولم يحضر، ولا هو ولا أحد من المساعدين. وقد يعني تبرر كثير منهم بأن هناك خصوصيات للرئيس وللرئاسة الأمريكية. فهي من وضعنا في هذه المسألة هو ترامب وليس الجمهوريين، لأننا على مدار عشرات من السنين عملت مع كثير من العقلاء من الجمهوريين. نحن في مرحلة خطرة جدا، مرحلة شقاق داخل المجتمع الأمريكي واستقطاب بشكل كبير، سواء من اليمين المتطرف داخل الحزب الجمهوري وهم ما يسمون الميجا، وليس لديهم يعني أي خبرات سياسية وإنما هي مسألة انتقام فقط لا غير للرئيس ترامب، ويشجعها ترامب والترامبيون. وفي نفس الوقت هناك اليساريين في الحزب الجمهوري والذين فقدوا في الحزب الديمقراطي والذين فقدوا الترابط الأسري وغيره. فلذلك ما نراه الآن شيء مستهجن كما ذكرتم على المجتمع الأمريكي وعلى السياسة الأمريكية. وأعتقد أن يعني لابد أن يأتي الوقت أن يظهر العقلاء، ولذلك رأينا ما نرى الآن من مجموعة مثل نو ليبل، ألا وهم مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين الذين رأوا ألا يكون هناك اسم لهذه المجموعة وأن يكون هناك تغير مع العقلاء من الجمهوريين والديمقراطيين حتى يكون هناك استمرار للسياسة الأمريكية العاقلة. ولكن لا ننسى الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن أشخاص لهم أطماع ولهم عيوب، ولذلك نرى ما نراه، والفضل في ذلك كله لما قام به ترامب. لكن هي في النهاية ليست جمهورية ماوز يعني حتى يتم التراشق بهذه الطريقة كما دعا البيت الأبيض عندما طلب الحزب الجمهوري بالانشغال بالقضايا التي تخص الأمريكيين كموضوع البطالة، معالجة التضخم وقضايا أخرى. بالطبع، ولذلك دائما نرى في كل هذه الأزمات أن يظهر العقلاء من الحزب الجمهوري والديمقراطي وأيضا من المستقلين، وهم الغالبية التي تستطيع تحديد من يفوز. لذلك هذه هي طبيعة الديمقراطية أنها تصحح نفسها، ودائما تعلمنا في السياسة أن الولايات المتحدة الأمريكية تجربة ديمقراطية، فلا بد أن يكون هناك أخطاء ولا بد من التصحيح. لذلك أنا أأمل أن يكون هناك تصحيح في القريب. أنا أشكرك من نيويورك مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، وكذلك ضيفي من واشنطن البروفيسور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعضو الحزب الجمهوري. شكرا جزيلا لكما.